السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني يا إخواتي الطلبة، إن شاء الله هنبدأ معاكم سوليد ووركس توتوريال. هنبدأ بيه سكتشنج. هنشتغل رقم 20، فايل نيو بارت فرونت. هنبدأ من هنا، عندنا خط صغير كده، عندنا خط كده، بعدين خط كده كده، من بالشكل ده نطلع فوق، نمشي كده نمشي كده، بعدين عايزين نعمل قوس. ممكن لو رجعنا لو طلعنا لقدام وبعد كده رجعنا ورا كده اهو، نطلع لقدام ونرجع لورا، هتلاقي ان هيطلع معايا قوس. اعمل كده، ده شكل الرسمة. نبدأ نحط الأبعاد، 5 بعد كده من هنا لهنا 100، زاوية هنا بين الخط ده وبين الخط ده 20، والزاوية دي 45. هو حاطط لي هنا قايل لي ده عمود، هقول له لا ده مش عمود. هنقول له لا ده مش عمودي، نشيل العمودي ده، وندوس هنا كده وكده. الزاوية نخليها 45، المسافة دي 40، المسافة دي 15، المسافة من فوق لحد هنا 63، والمركز بتاع الدايرة دي فوق النقطة، يبقى النقطتين دول لازم يبقوا فوق بعض، النقطة دي والنقطة دي المركز. طبعا لازم الدايرة مع الخط تبقى مماس. وهنعمل نص قطر الدايرة 30 كده، كلها فول ديفاين. هنبدأ بس نحط الفيلت هنا ده 20 أو 10 10 كده، بان هنا الرسم. طبعا ممكن أعمل إكسيت و الفيتشرز هنا أعمل إكسيت.